السلام عليكم البنات، منها تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم واحد المشتريات البنات غادي يعجبكم ان تعجبكم هذا الفيديو، تكون دائما خفيفه ظريفه على قلوبكم. هذا الفيديو البنات جبت لكم واحد المشتريات رخاص وماركه، يعني ماركه شي حاجه ماشي كل شيء، شي حاجه زوينه البنات ورخاصين. راه نجيب لكم على حاجه ان شاء الله اللي غتكون رخيصه وتستافدوا منها. اول حاجه البنات غندير لكم بالريحه اللي خديت ليا ولراجلي. هاد المحل البنات كاين في كوناد، كان في الاول اوشن وردوه كوناد، يعني حد محل حد سوبر كبير بزاف، راه فيه كل شيء. خديت منه ريحه ليا ولراجلي. المحل سميتو بياوتيك. الريحه دوتشي غافانا فيها غير 30 ملي، مكبيراش بزاف، ما ديال الراجلي راه كبيره، ما عقلتش شحال فيها. هما بليد البنات خديتهم بهاد الثمن، هما بجوج، ولكن لي ريحه فيها واعره البنات، ما نقولش ليكم كبيره الريحه فيها، لا بغيتو تاخذوها. ها هي البنات، غير خدوا على حسابي، متعوا راسكم، راه ما كاينش اللي غيتهلا فيكم من غير راسكم، انا نقول لكم. ونفس السوبر البنات ديال كوناط خديت منه سينيال دير اورو البنات، قلبت انا كاع دير اورو البنات، خديت منه اورو الوحده وخديت دوف دوف، راه نورمالمون راه كدير 3 اورو اورو الوحده البنات، خديت منها خديت 5، هادو خديتهم من داك السوبر البنات. شنو خديت عاوتاني البنات وليدا، خديت منو هاد القميجه هادي، الناس اللي دايرين الدراره طويله زعما ماشي قصيره، خديتها ب 10 اورو، شويه قصيره من قصيره شويه من القدام وطويله شويه من اللور. انا نحلو وتشوفوه نتوما غزاله البنات، هذه بحال هكا تستغلوا الفرصه، راه حاطينهم حاليا، حاطينهم دابا والله العظيم البنات، اللي بغيتي تاخذوهم راه حاطينهم دابا. ها نتوما البنات كيفاش دايره الناس، وغزاله توبها فن ديال القطن، منتيره كبيره طويله زعما، الناس اللي دايرين الدرار باغين، انا ما دايرهش الدرار ولكن كنلبس هذا الشيء شويه طويل. هادي ب 10 اورو، هادي من ليدل، وخديتها ديال البنات ديال تما دايرين لا لوفيرطا، خديتها ب 15 اورو، كني مازال ما استعملتهاش، ما عرفتش شنو واش كتحك مزيان ولا ما كتحكش الله اعلم. وديري لوفيرطا حتى في هاد شي الماكياج، هادي خديتها ب 6 اورو. هادي الناس اللي كيبغيو يخرجوا بالزربه وداكشي، هي بونجا كدوزي على وجهك فيها فونتوتا غزاله البنات. وخديت منهم، خديت هاد الميزان الحراره، هذا البنات هذا ب 6 اورو، هذا بحال هكا لا طاح لك شي وليد ولا شي حاجه كديري ليه هاد البوماده كتحميه، يعني تيكون حاطين هادشي راه زوين. خديت منها جوج، ها هي البنات، انا كناخذ ملي كتكون فيهم لوفيرطا، بغيتي نشوف شحال. والله ما 7 اورو قيل 7 اورو باينه. وهاد الريحه البنات، هاد الريحه راها زوينه، سما حاطين هاد دابا تبانيت حاطينها غزاله هيايا. ها هي البنات سميتها ايزينتشي غزاله البنات، ريحتها فنه ولكن ما كتدومش، يعني تدير لك النهار كامل، زوينه. وخديت هذه حتى هي، وهذا الريحه البنات هي خديتها، هذه 3 اورو، هذه معروفه ب 6 اورو. وهاد البنات هادو خليتهم ديال المكياج، وخديت هادشي تا كلهم دايرين فيهم لوفيرطا، ها
هذا خديته من كوناد، هذا راه زوين البنات تيحمق، فيه تيهز لك الشفار. خديت منه جوج، تكون ولا هو خديت منه جوج. ها هو البنات بغيتو تشوفوا كيفاش داير، صافي كتوريكم. وخديت هاد فونتوطا ديال كارني، حتى هو زوين، يعني كتاخدي على حساب الوجه ديالك. وهادو تاهما خديتهم من ليدل. والبنات راه واحد الحاجه بعدا، الحاجه لا حليتوها وخ حليتوها واستعملتوها غنهار وداز عليها مده 6 شهور راه كتكون مكتوبه فيهم. ها نتوما البنات شوفوا، دابا هادي فيها 12 شهر، يعني عام عام استعملتيها غنهار واحد وما درتيهاش، خصك ترميها، ما يمكنش ديريها مره اخرى، حيت داكشي يكون مضر. يعني دايرين 12 شهر، يعني واخا ما تستعمليهاش ترمى الحاجه. لا بحال دابا حليتها هذه، دابا هذه هكا مسدوده عندها البلاستيكه ديالها، هذه حليت وحده وبقات وحده، يعني هذه واخا تبقى عندي 4 سنين وما حليتهاش غتبقى هكاك، يعني مده الصلاحيه ديالها مده عام 6 شهور. كلشي الصبايغ كلشي دايرين ليهم، دير كل واحد التاريخ ديالو، يعني ما كاش تحلي الحاجه وتبقى تستعمليها تضيعي وجهك وتضيعي. هذه البنات ديال اليدين، كريمه غزاله البنات، كتبعتها حتى فرماتشيه، كتدار في اليدين في اي بلاصه، اي سوبر ميركاتو مشيتو لك كتلقايها، هي دايره الثمن كدير 6 اورو، بعض المرات كيكونوا فيها بروموسيون كيديروا ليها 3 اورو، ولكن راه غزاله كتعوض لك داك الماء اللي كيضيع لك من يديك. هذه البنات انا كناخذها من فرماتشيه، اقراص يعني كينات، راه مصوره لكم ديك الزغيبه اللي شعرها كيطيح، واللي الشعر اللي كان تيطيح راه ضروري كتكون تيكون داك الشيء مو داخل، يعني راه ماشي كيطيح لك وكتبقى ديرو في الاعشاب. انا بعدا حاليا انا العشبه اللي شفت تيديروها وداك الشيء اللي قالوها ليا كنديرها كيدير يطيح ليا اكثر ما هو كيطيح، والله القسم نصحتني بها واحد صاحبتي، دابا راه شي عام وانا كنشربها، يعني الحمد لله كيطيح وكيطيح، ماشي ما كيطيحش ولكن كيرجع ينوض، فهمتوا اش بغيت نقول لكم؟ كيرجع ينوض، وملي كنبدا ندير في دوك الزيوت وكنبدا ندير في داك الشيء كيزيد يطيح ليا اكثر واكثر. ها هي البنات اللي بغيتو تاخذوا فوتو تاخذوها، راه كتبع فرماتشيه دايره الثمن، يعني راه كدير 20 اورو الوحده، ولكن صحتكم هي الاولى. هادو البنات، هذا ما ورد، هذا تونر كتزولي به المكياج، عايشين هنا في بعدا في الغربه وداك الشيء راه الماء كله كاركير، يعني ضروري خصك ملي تغسلي وجهك تمسحيه بالماء ورد بهاد التونار، بهاد التونار ديال المكياج او بالماء ورد. هاد الماء ورد البنات راه غزال، راه فيه واحد الريحه خطيره، حتى هو راه حاطينه في ليدن، ديري ليه 3 اورو، هما بجوج 3 اورو الواحد. هادو حتى هما البنات هادو معقلش شحال الثمن ديالهم، خديت جوج. هاد السوبر البنات خديت منه حوايج لولادي، وخديت منه الصباغه اللي كندير شعري سميتو كيك، خديت منو البنات الصباغه هذه، هذه تيكا باج، هذه تبارك الله شو قداش خديتها ب 6 اورو، وتاخدي النمره اللي بغيتي، انا خديت 40. ها السميه اللي بغيتو ديروا فوتو وتاخدوها، وخديت ليه الصباغه ديالو، تاخدوا الكولور اللي بغيتو، هادو راه ما فيهمش مواد كيماويه، راه طبيعيين، راه غزالين البنات، وديري لهم لوفيرطا. دابا ندوزو الحوايج اللي خديت منه، دوزو البنات الحوايج، هادو خديتهم من الحوايج اللي خديت من كيك، والحوايج اللي خديت من ليدن، هذا جين خديته لبنتي، هذا ب 6 اورو البنات،
هذا السروال تا هو خديتو لوالدي. زويبون ورطيطب تتوبو غزال البنات. انا خديت ليه راه لبس منهم، هذا اللي بقى جديد وريتو ليكم، وكناخد ليه حتى التنيات هادو ديال ليدل. وخديت ليه هادي، هاد السروال ديال هانتوما البنات 6 أورو و49، كان داير 10 أورو. شفتو زويون هادي تا هي، تا هو خديتو لبنتي، واخا هكاك راه سخون من الداخل. شتي كيدير، ما فيه لا صمطه لا والو، بحال بحال الكولون كدا. معقلش انا فاش خديتو 5 أورو 49، كان داير 7 أورو. وانا خديت هادي، انا ما نساش راسي. هادي البنات غزاله فيها هاد اللعيبات هنايا هكايا في الكم كله وطويله فيها كميمات هكا. انا كيحمقني هاد اللون. هادي خديتها البنات كانت دايره 8 أورو 49، ديري لو بروموسيو طويله البنات. دابا ندوزو 6 أيام. هادي البنات خديتها لبنتي، خديتها من ليدل، زوينه سخونه. شوفي كي دايره من الداخل سخونه، حتى هي خديتها بروموسيو. ملي كيديرو لك هاد التيكيتا راه فيهم البروموسيو. دايرين 30%، كانت دايره 10 أورو وداروا ليها 7 أورو. زوينة خديت لولدي هادي، تا هي بروموسيو. هاديك ناخدها لي غتنفعو غتنفعو، خا دابا باقي البرد. تا هي البنات كانت دايره، كانت دايره 8 أورو، دارو لها 5 أورو و59. جيلي غزال. وخديت لبنتي هذا، هذا ما عقلش الثمن ديالو، هو زوين وسخيخن، ولكن هادو راه حاطينهم يعني كوم يعني دو بياس. انا خديت لها غير السروال. زويون البنات، فيه التوشيه هنايا. وخديت البنات هاد الريدوات، هادو خديتهم من المحل اللي خديت منه الزربيه، راه كدرت لكم واحد الفيديو. اللي بغاتها ولا شي حاجه تكتب ليا في الكومونتير ونوريها المحل فين. هادو البنات غزالين، هادو ب5 أورو البنات. هادي كتجي الوسط فيلانسي، وهاد هادو خديتهم على حساب بيت معايا. خديت 3 يعني، وحده هنا وحده، وديك البيضه في الوسط، كيجيو غزالين. و خديت من عند تشينيزي هاد اللعيبات، هادو كيشدوني تريدو زوينين. هانتوما البنات كيجيو غزالي، بحال هادشي لي في التصويرة، بحال هكا. نتمنى تكون الصورة واضحة بحال هكا، كيجيو زوينين. نتمنى البنات يعجبكم المشتريات ديالي، وما تبخلوش عليا بلايك.
تعليق زوين بحالكم، كتفرحوني وحق الله العظيم. نتمنى لكم الخير ونتمنى لكم النجاح ديالكم حتى نتوما في القنوات ديالكم. نتشوفوا فيديو جديد، مع السلامة. Thank you.